السلام عليكم متتبعي قناه محسن الامل المتنوعه، دايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، والاحوال دائما نلقاكم بافضل الاحوال. بالنسبه للفيديو ان شاء الله غنخدموا وريضه بالموزون، وندخلوا فيها ندخلوا فيها خدمه يعني صنعه ديال المعلم، ونخدموا واحد البريد الوسط بالقيطان في الذهبي او الفضي او في اي حاجه. المهم انا نخدمه معكم في الذهبي. انا كنت غادا ندير ممكن هاد الورده هادي ديروها بالرباطي، وممكن ديروها بالموزون، نتوما اللي بغيتو. انا قررت انني نديرها بالموزون، بجوجهم كيجيو زوينين، يعني اللي بغيتو غادي نديرو. دابا انا درت لهنايا كامل، وخليت داك الوسط اللي غادا ندير فيه داك الموتيف، وغادي نجي لهنا كنخدم انا الورده. شوفوا معايا طريقه سهله ديال الورده، بشي حاجه اللي متقونه، اننا كنخدموا بحال هكا وكنرجعوا كنبقاو حتى كنعمروا الشكل ديالنا. حتى بالرباطي البنات كتجي زوينه، كديروا الورده بالرباطي وكتخدموا صافي، وكتديروا داك الموتيف الوسط. هذاك الموديل البنات اللي عندهم الماكينه ديال الطرز تخدموا بها، ولكن انا حيت عندي الماكينه ديال عندي الماكينه كبيره ديال الخياطه، ولكن ما غاديش يجيني لانه ماشي ديال الطرز. ما حيت خاصني نحيد الصباط، يعني تخدموها غير بالبره بحال الشكل اللي بالطرز. وانا غادي ندير معكم غير باليد، يعني تكون في المتناول الجميع، يعني كل شيء يقدر يديرها. دابا انا نخدم معكم الموزون، شوفوا معايا الطريقه سهله. كنمشي كنبقى غادي هكا بالجوانب. هاد الموزون عندي المذهبه دائما جهه الحرشه هي اللي كتكون، يعني اللي فيها البريونس هي اللي كتكون الفوق. خيط على 4 لون توب، انا دايره غير على 2، ولكن في البياسه ديرو على 4، وفي لون ديال التوب لانه هاد الموزون كتغطي بعضياتها، ماشي بحال ديك اللي متقوبه من الوسط. كنبقى غادي بحال هكا حتى نكمل انا تنوصل للاطار ديال الشكل الاول. هنا في الموزون دائما ما ديروش الموزونه مداكسه، باش ما كتجيش الورده هكايا قاصحه وغالبه على الثوب، كتمشيو بالخدمه تكون هكا ما مشارجياش بزاف وما خفيفاش بزاف، يكون داكشي متناسق باش كيجي في الخدمه مزيان. وكنبقى غادي بحال هكا يعني ندوز غير هاد الخط هذا وغادي نحبس. نمشي بحال هكا صافي، غادي ندير غير موزون هنا
وغادي نكمل الشكل. ودابا غادي نبداو في يعني في الاساس ديال هذا الفيديو. هذا هو ديك الورده. صافي دابا نعقد الخيط ونرجع معكم. شوفوا معايا جات الورده زوينه. طبعا نخدموا داك الموديل هنا. دابا غادي نجي كنشد هاد القيطان داك اللي كيتباع وغادي ناخد هنا كنثبت البراو الخيط ديالي بحال هكا. هاد الاول كيتثبت مزيان. كنمشيو على داك الخط وهداك الشويه اللي خلينا داك الفراغ ما بين الورده والخط باش غادي يجينا هاد الخدمه اللي غادي نديرو. غادي نجي كندير بحال هكا بحال شكل ديال بريده. نجي نطلع في النص ديال الاولى كنقرب الخدمه باش كتجيني مقاده بحال هكا. نجي ندير بحال هكا نثبت الخدمه ديالي. نجي نطلع من هنا نجي عاوتاني بحال هكا ندفع القطن هنا باش ما يجينيش غير في الخدمه. غادي نجي ندير بحال هكا عاوتاني. نجي نشد مزيان الخدمه ديالي بحال هكا. الخدمه ديالي كنجمعها هادي نخليهاش بعيده. نجي عاوتاني نفس الطريقه كندير بحال هكا. نحاول نبقى غادي بنفس المقاس. بحال هكا نرجعو عاوتاني نفس الطريقة. نجي عاوتاني نشد بحال هكا. نجي نشد بحال هكا. كتكملوا بحال هكا. انا غادي نكمل الدور الاول ونرجع معكم. شوفوا معايا من بعد ما كملت هنايا غنوريكم واحد الطريقه باش كتجي دايره. هنا ربع د المرات كندير وحده فوق وحده بحال هكا. كنجيب هادي وكنورك عليها. راه ملي كتوركوا بالبرا والخيط يعني كت هاي كتجمع.
كنعاونو بحال هكا، نهبط هنا باش نثبتها مزيان، وكنجي عاوتاني نفس الطريقه. نجي ندير عاوتاني بحال هكا، كنحاول داك هنا يكون مقارب من بعضياته بزاف، ومن الفوق يكون هكا محلول، وكتثبتو بالخيط مزيان بحال هادي. غنجي بحال هكا من الفوق باش كتجيني من هنا مجموعة، ومن الفوق فرق. كنمشي بحال هكا، نرجع تاني بحال هكا، نجي عاوتاني ونعاود الشكل بحال هكا. المهم راه اي حاجه كتبغي الصبر، راكم عارفين المجال ديال الصناعه ضروري من الصبر. بالنسبه بالماكينه راه سهله، ما كاينش شي صعوبه، لانك غير كتبدي تني بيدك وكدوزي الماكينه، ولكن باليد كتحتاج شويه ديال الصبر. كنحاول هذه كنديرها شويه فوق من الاخرى، باش كنجيب هذه ندير بحال هكا باش كتجيني مجموعه من القدام هنا، من الوسط مجموعه، ومن هنايا محلوله. تجي بحال شكل ديال الوريضه، قلب ديال الورده. انا تسري الخيط غندير خيط جديد هنا، ممكن تحبسوا حد هنا وتقطعوا وديروا حجره الوسط، ماشي حجره زعما، حجره يعني هذيك سيبوره هنايا الوسط، وممكن تكملوا بحال هكا كيف ما درت انايا في الشكل ها هو. هاد الشكل كنت خدمتو ديجا وريتو ليكم مع هذا، شوفوا معايا يعني كديروا هاد الطريقه هذه، كديروا هنا في الوسط سيبوره يعني كتجمعوا كلشي، اولا ممكن تخليو هكا وديروا حجره في الوسط. غنكمل معكم الشكل، يعني نوع شويه ما نبقاوش نديروا دوك السيبورات بزاف، نديروا غير وحده هكا صغيره، وغادي نجي نكملو الشكل ثاني. كنرجعو كندخلو هكا في الوسط بحال هكا، وكنجمع بحال هكا. نجمعو ثاني بحال هكا، كنرجعو تاني بحال هكا، نرجعو
دابا جمعت الورطة ديالي بحال هكا، وغادي نجي نقطع هنا ونحاول نثبت هادو في الوسط باش نحط عليهم الحجارة ديالي اللي غتكون صغيرة في الحجم. كتبقاو تثبتوا هذا اللي في الوسط بحال هكا، بحال هكا. شوفوا معايا كيجي الشكل ديالها زويون وبزاف، ماشي غير شويه. شوفوا معايا دابا غادي ندير حجره في الوسط. دابا شوفوا معايا غندير هاد الحجره المربعه، عجبوني داك لي ميلونج اللي فيها. كنت غندير وحده في الغوص دائريه ولكن قلت علاش ما نديرش هاد المربع هكا. صافي كتبتوها صافي. هذا هو الشكل ديالها، كتجي فنيونه شي حاجه مختلفه، كتجي رائعه صراحه. انا عجبتني كتجي هكا بومبي، يعني كتجي 3D صراحه، كتجي زوينه. نتمنى من الفيديو تنمينا لاعجابكم، وما تبخلوش غير بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وشكرا على المتابعه.